حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. العلاقة الزوجية علاقة عندها أهمية كبيرة في حياة الفرد وفي حياة المجتمع. وصفها المولى بأرق الأوصاف في قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واعتبرها الباعث على الشعور بالمودة والسكينة والطمأنينة. والإنسان ما يعرف معنى السعادة كان إذا كان سعيد في حياته الزوجية. إيك علاش بكري قال له زواج العمر تحب له تدبير سناء، قال له تحب له تدبير سناء في سناء. وموش المقصود بالتدبير الإعداد المادي، وإنما حسن اختيار الزوجة الصالحة، لأن الحياة الزوجية ما هياش نزوة عابرة أو صفقة تجارية رابحة، بل هي عقد شراكة راس ماله المودة والثقة والإخلاص والاحترام المتبادل. يحكيه على تاجر كبير معرس، ما تقول عنده 20 سنة ولا زيد، وما رزقوش ربي بالصغاء، لكن هو رجل مؤمن ويقينه قوي بالله بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما أيس وقعد ديما يطلب في ربي. حتى دعوة من الدعوات كان باب العرش محلول، حبلة المرأة جابت وليد، يا فرحة ويا زهقة، اللي قمط يخمط واللي لعق يلعق واللي زازي زازي، هيا كبر هيك الوليد، ولا ما تكون عنده 15 ولا 16 سنة. نهار من الأيام نادى أبوه قال له: وليدي أنا كيف ما ترى فيا، كيف الشارية كل نهار ينقص منها دور. قال له: لا لا يا أبويا ما تقول هالكلام، وربي يشدك بصحة بدنك، ما زلت ما شاء الله عليك، شوف فلان جابوا ليك وفلان وفلان، وعياه ولده ويوسي فيه. قال له: وليدي العمر بيد الله، وانا ما عندي علاش نخاف عليك، المال اهو ما شاء الله تركه ربي يزيد ويبارك، اخلاقك مطمئن عليك، امك مرة صالحة واخوالك ناس ملاح وطفلتين من الخال حاصل، اما وليدي ما خايف عليك كان تحصل شي في الماخذة لا سمح الله، وناس قبل يقولوا حصلت الفنادق ولا حصلت الخنادق، ما لوليدي ما نوصيك كان إذا جيت تاخذ ما تاخذ كان من بني يستحي. وزاد هكا الشاي باش اكتب له من ربي، ومشى عند رحمة ربي. برا يا زمان ويجا يا زمان، حب هكا الولد يستحسن، تفكر وصايطبوه، بدا يسهل في الناس الكبار على بني يستحي، ولا حد جاب له سيرتهم. عبى مزود بالزميت وقربه بالماء وركب على حصانه، وبدا من بر البر يسأل على بني يستحي، نجد الدل الذاهب نعتوه تم يشيلهم. عرضوا رجل كبير قال له: يا بابا هذو هما بني يستحي. قال له: هذو هما. قال له: انت منهم؟ قال له: انا منهم. شحاشتك ولدي؟ قال له: بويا الله يرحمه قبل ما يموت وصاني، قال لي كيف تجي تاخذ ما تاخذ كان من بني يستحي، عندك شي بنية تحض الماخذة. قالوا: ليدي أنا نفضت، أما أهو عندي خويا ما زلت عنده طفلة، أي برا نمشيوا له. مشيوا له، عرفوا بيه خوه، خطبوا البنية، عطها له وجهزها أبوها جهاز كيف ما يلزم، وكتب له صداق وعطاه عقد ثمين. قال له: توا هذه صارت مرتك وحلالك، أما راهو ليدي صبرنا الراجل ما يرى مرته كان ما يروح بها المحلو، وركبها على الجحفة وبقاهم بخير. وقال له: هالعقد هذايا تعطيه لك كيف تدخل بيتك، وقصد ربي هيك الراجل هي على الجحفة وهو على الحصان مروح البر. كيف بعدوا على العمار شوية ولا خلاو قفار، عرضوهم جماعة متاع قطاع طريق، قوى وحده داروا بيه، تفارع معاهم تفارع، وزوز يغلبوا لو كان يبدأوا يلعبوا غلبوا عليه وفكوا هالو، وهرب بيها زميمهم. بعد بيها مسافة طويلة، ومنها قال لها: أيش قولك في قوتي وشجاعتي؟ أنت من توا راك وليت زوجتي. قلت: مش ماشي نقول لك، راجل وصنديد، وأنا من يدك هذه ليدك هذه، أما إحنا في عوايدنا ليلة الدخول المرأة والراجل يلعبوا بالزقارة. لعب الزقارة هذا ما عادش، وحركات بهلوانية بين زوج من الناس، إما تكون بالعصي ولا بالمقارن. إيه قالت: يا أنا أبو الزقارة. وجبد عنده القرابيلة على كتفه وبدأ يدور وينقز، هو فرحان يوري فيها في عتاوته.
أي بعد ما كمل قالت له هاد نوريك لعب برنا. أعطاه القرابيلة نقزت ودارت دورتين ومنها شبرت عليه وتعطيه الحس، جابت له ساكت ونحط له دبشه دبستهم باش تنكرت في صورة راجل وركبت على الحصان وقالت الحماية ستة. برا ماشية برا ماشية، عطشت جاعت كلت الحشيش وجرى فيها المسخ، حتى بان لها من بعيد ضوي بت بت. أي سيست روحها وبدأت تمرد حتى وصلت لا ثرنهي تطلع بلاد ضاربة عليها الزمة، وعندما تقول 5 ولا 6 سنين ما صبت لهمش قطرة مطر. يقدر ربي يركب أصحاب ويعطي ربي بمعطاه ويبيتها في شان، يصبحها في شان وهو عظيم الشان. الغدوة أمال البلاد طمعوشي بالله طلع عليهم النهار وصحات الدنيا وخرجوا يهنيوا في بعضهم، يهنيك الرواء يهنيك الخير، والناس كل تعرف بعضها. لفتوا يلقوها الرجل الغريب وهو على فايد البيع، قالوا هذا ما يكون كان صاحب بركة عظيمة، وإحنا كنا مش نموت بالعطش ورحمنا ربي في سعد هالرجل الغريب، ردوه هو القايد علينا. ومن ساعتها صارت أمير على هيك البلاد. أو رجلها اللي فكوها منه مو هرب الروح من هيك العصابة، وبدأ يهملج من بر البر اللي معاه كل كلاه، باع الحصان وكلاه، جاع تعرى وما بقى معاه كان هيك العقد. جابته الرمية لهيك البلاد، الجوع كافر بالله، قال نبيعه نستقط به. والبلاد ما هي مطرت وجرى فيها العون، عطاه للدلال وبدأ الدلال يدور من سايغي لسايغي. السايغي اللي مدهوله قل له يا ولدي هذا ما نقدرش على سومه. قالوا كون شي نديوه للأمير يشري شي منك. اديها الدلال الأمير، هي رات العقد عرفته نقش تبرهم. قلت له هذا شكون جاي بيع فيه؟ قال له ما هي متنكرة، إذا واحد براني حالته سخف. قلت له جيبوه هو، هي ما تعرفوش وهو ما يعرفهاش، ما راوش بعضهم. قلت له كيسبتك في هالعقد؟ قال لا متاعي. قلت له كي هيتك هيت هالعقد هذا، أي أما تجيب الصحيح ولا ما تلوم كان روحك. قال يا سيدي كان الكذب حجة، الصدق أنجى وأنجى. أنا اسمي فلان، وبويا وصاني باش ما ناخذ كان من بني يستحي، وعملت بوصاية بويا وخذيت منهم طفلة، وفي صبرهم الراجل ما يشوف مرته كان ما يمشي بها البر، وعطاني بوها عقد باش نعطيهولها ليت الدخول، لكن عرضوا لي جماعة قطعية وفكوها مني بالغصب وغشى بالبكاء. هي بعد ما ارتاح وفرح قلبه قالت له انتي شنو رايك؟ زعمة تفك روحها من هالجميعة ولا اش نظرك؟ قالش ماشي نقول لك، هي ما نعرف ليش بقعت وجه يا ولدي، أما على ما ريت من بوها ومن عمها ومن أهلها وماليها ما سماوهم بني يستحي كان ما هما يستحيوا وما يرضوش الدنيا لو كانش يصير في الدنيا. أي قالت له قال ما تخرش، ودخلت لمقصورتها نحط دبش الرجال ولبست دبش النساء وخرجت له قالت له أنا هي مرتك. وباللمارة صار وصار وصار، وحكيت له على كل مروا في الثانية من اللي ركبت على الجحفة حتى عرضوا لهم هيك القطعية، وكيفاش فكت روحها وكيفاش ولت أمير حتى للحظة اللي هما فيها. فكر هيك الراجل وصاية بوه ولغلغت عينيه بدموع وقال هيك علاش قالوا يرحمهم، خذ بنات الوصول لعل الزمان يطول. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.